يقول في قضية الله: حضرت من عملي ذات يوم وأعصابي مشدودة من مشاكل العمل، وبالنقاش مع زوجتي فإذا بي ألقي عليها يمين الطلاق، وتم مراجعتها بعد ذلك عن طريق المأذون. ثم بعد فترة ما بين ستة أو عام على وجه التقريب، ما بين ستة أشهر أو عام على وجه التقريب، حدث ما حدث سابقا، وإذا بي ألقي عليها يمين الطلاق، وتم مراجعتها عن طريق المأذون أيضا. ثم في المرة الثالثة وأنا في شدة غضبي ولم أدري، وإذا بي ألقي عليها الجملة الآتية: روحي تحرمي علي كأمي وأختي، وقد حضرت إلى المملكة للعمل والحال كما هو، فما هو موقفي من زوجتي وخاصة لدي منها ثلاثة أولاد؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ وما موقفي من زوجتي وأم أولادي الآن؟ الحمد لله قد هداني الله، وأنا أحافظ الآن على الصلاة في الجماعة وفي انتظار ردكم. يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تحتاج إلى حضورك شخصيا إلى دار الإفتاء الرياض أو إلى أحد القضاة المحاكم الشرعية إن كنت في المملكة، وإن كنت في مصر فإنك تذهب إلى الوكيل لديكم شخصيا وتشرح له ما وقع منك في كل هذه المرات، وستجد الجواب الشافي إن شاء الله. أما نحن فلا نستطيع إجابتك من خلال هذا البرنامج، لأننا لا ندري عن ملابسات الأحوال، وربما يستدعي الأمر حضور الزوجة وحضور وليها لسماع ما عندهم حول هذه المشكلة.